ورجعنا لكم تاني مكملين معاكم في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمه مصطفى وحلقه القصه والشعر الجميل اللي بيطير. وصلنا اخر حاجه فيتامين سي. تمام، قلنا فيتامين ب 12 وفيتامين سي. هنكمل المهم برضو للشعر الحديد، واظن الحديد بقى مصادره معروفه كتيره جدا جدا. الحديد مصدره اللحوم الحمراء، العسل الاسود، العدس البني، العدس اللي هو الكشري الغامق بالظبط اللي في الكشري، البنجر، الكبده، اللبن او البيض، يعني حاجات كتيره قوي، الموز والكمثرى والبتنجان وكل ده والتفاح، كل ده فيه حاجات فيها حديد. الزنك مهم جدا جدا للشعر والبشره على فكره، مهم للبشره والاظافر كمان قوي، ده غير طبعا دوره التاريخي والرئيسي في المناعه. وقلنا قبل كده ان الزنك موجود في مستحضرات الالبان كلها، موجود في المكسرات بما فيها الفول السوداني. وانا بستشهد دايما بكلمتك عن المكسرات، لما بنقول كلمه المكسرات فالناس تقول ايه المكسرات غاليه والكلام ده كله، ناخد شويه صغيرين وناخد، لو خدنا كل يوم واحده من اللوز ولا واحده من الجوز او البندق او الكلام ده كله، واحده بس، ده هو ده احتياج جسمنا، مش محتاجين كميات رهيبه منهم. تمام، ونوصل بقى للفيتامين اللي بعد كده، وده فيتامين مهم قوي واسمه هتلاقوه مألوف قوي في مستحضرات الشعر، هو فيتامين البيوتين. البيوتين ده على فكرة بتلاقوا دايما فيه من مستحضرات الشعر لما يعلن عنها يقولك غني بالبيوتين. وبقى في ظاهرة دلوقتي ان كل الدكاترة اللي بتعالج شعر الستات بيدوهم اقراص بيوتين، اللي هي بقى كامل اللي تخانتنا من جنابنا مش عارفين ليه. البيوتين على فكرة هو فيتامين به 7 مبدئيا كده، خلاص. ده موجود في حاجات الاكل، ده موجود كتير في الاكل، يعني ده موجود، هقول لك حالا، ده موجود في البيض، موجود في اسماك زي السلمون، موجود في الفول السوداني، موجود في المشروم. تمام، يعني الحاجات دي غنيه بيه جدا جدا. ومهم قوي البيوتين في ايه بقى؟ البيوتين ده هو اللي بيوفر الاحماض الامينيه المهمه للشعر، وعلى راسها الكيراتين اللي احنا بنروح نعمله عند الكوافير. اللي احنا بنروح نعمله عند الكوافير وبيأثر سلبيا لانه بنعمله غلط وبيتعمل بشكل خارجي. لا، الكيراتين ده لو موجود بس بتقول لك بيتين وكليهم. الكيراتين، برافو عليكي. الكيراتين لو موجود، على فكره كلامك مظبوط جدا يا فاطمه، واسمحي لي اضرب مثل، يعني الناس يعني هتستحضره كده معايا. في الاماكن مثلا اللي هي الريفيه الحلوه والكلام ده كله، طبيعه الاكل القائمه على اللي فيه فطار بيض وبيشربوا لبن وبياكلوا قشطه ومش عارف ايه والحاجات دي، بتبص تلاقي شعرهم تقيل وبشرتهم حلوه والكلام ده كله. ليه؟ لان هم يعتمدوا على يعني امداد جسمهم بالعناصر الغذائيه الضروريه بشكل من مصادره الطبيعيه. فطير المشلتي تصله طيب انا بستخيل اسالك سؤال، معلش. ايوه، انت قلت يا دكتور كذا مره في حلقه النهارده ان الحاله النفسيه بتاثر على الشعر. طبعا، تخيل نفسك بتاكل كل يوم فطير مشلتي، ده انا مش حالتي النفسيه ترتفع، ده انا لو في ايه حصل هقابل الدنيا بالحضن. يعني الفطير المشلتت ده حاجه حلوه جدا، ده سعاده مكثفه. ليه بقى؟ حتى لما يتاكل مع المش، شوفي الدراما اللي في الموضوع، المش اللي هو رمز للشقاء والحاجات، لما يتعمل مع الفطير المشلتت شوفي العظمه اللي بيبقى فيه. ده تاثير ايه ده؟ ده نتيجه لما تاكل لقمه كتير بالمش، استناني بس، لا مش هتحرق، بتقوم واخد لقمه بعدها عسل بطحينه، فيبقى بتحدق وتحلي، ده حاجه بتعمل شوك للمخ، بتخليه يقول لك ايه، تقبل بلاويك، كوارثك، مشاكلك، اللي خانك، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل، مفيش حاجه تستاهل اكتر من الحلاوه دي، مفيش عظمه، مفيش احتواء اكبر من كده، بالظبط كده. البيوتين والله احنا ما نافعين من الفيتامينات اللي هي بتدوب في الميه، ومشكلته بتدوب في البق، ده بتدوب بتدوب كده زي الكريمة، بتدوب في المية، ومشكلته انه الجسم بيقدرش يخزنه، فلازم ناكله باستمرار بشكل خارجي. ليه اقراص البيوتين قبل ما نطلع فاصل بتتخن؟ اقراص البيوتين بتتخن لان هي يعني هي عشان بتدوب في المية، يعني هي بتدوب في المية، فعشان كده بتبقى فيها كمية كبيرة، او يعني مستحضر بيبقى كميته كبيرة شوية علشان خاطر الجسم يستخلص منه الشيء المفيد. فهو وجد ان هي بتتخن لان هي ممكن تكون ليها علاقة بانها بتحجز جزء من المية او ما الى ذلك. تمام، في الجسم، مع ان هو بيدوب في المية. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية. احنا خلصنا كام فيتامين كده؟ خلصنا دلوقتي 1 2 3 4 5، فاضلنا 5 كمان. خليكوا معانا، رقم الاسم اس 199 والتليفون 2 18 10 8 66. مع الدكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى، أجيال